يعني ليه تحمل نفسك فوق طاقتها لما عندك بديل ان مالك الملك يشيل عنك؟ بس بشرط هتبذل جهدك، هتعرق، هتتعب، بس ايه؟ طاقه فوق طاقتك، روح فوق روحك، قوه فوق قوتك، معاك الله. يعني ايه حول الله وقوته؟ يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله؟ لا حول عن الفشل ولا قوه على النجاح الا بالله. الله. لا حول عن العجز ولا قوه على الانجاز الا بالله. لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. هو ده معنى لا حول ولا قوه الا بالله؟ تخيل بقى لو انت عايش بالمعنى ده وعمال بتشتغل في الدنيا، صايم بقى وشغال في الصيام وماسك سبحتك وعمال لا حول ولا قوة إلا بالله. بس لا حول ولا قوة إلا بالله مش باللسان، ده انت بتاخد الشهيق قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، وبتطلع الزفير احبط ويأس. جرب، انا عايش بيها وجربت مع ناس تانية، حياة لها طعم تاني، قوة، طاقة. صح. انتوا عارفين المشكلة يا جماعة ان احنا في المدارس والجامعة وفي الجامع وفي كتب الدين اتعلمنا ان العقيدة الاسلامية ده كلام نظري، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله كلام نظري. الجديد في فكرتنا النهاردة، في برنامجنا، في مبادئنا، حول العقيدة لطريقة نجاح في الحياة. هي أصلا كده لا حول ولا قوة إلا بالله، دي عقيدة، عقيدة المسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس للأسف خدت التدين أن العقيدة للحكم على الناس، لتكفير الناس. أيوة للأسف كتير لتكفير الناس. لا يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله مش وسيلة لتكفير الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله وسيلة لإنجاح الناس. أصل لا حول ولا قوة إلا بالله الحقيقة أنها بتطلعك من الوهم للحقيقة. إيه الوهم؟ الوهم إن في حاجة صعبة في الدنيا، ما أقدرش، ما أقدرش عليها، مستحيل، فشلت. المستحيل خرافة مع لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الوهم. طب والحقيقة؟ الحقيقة اسمع الآية دي، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لو قطر يا جماعة طلع عن المسار بتاعه محتاج قوة قد إيه عشان ترجعه للمسار؟ طب لو السماوات والأرض طلعوا عن المسار بتاعهم مين يرجعهم؟ دي الحقيقة، إن لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة إن ربنا بيقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتح لك باب رزق، لو فتح لك باب رحمة لا يمكن يتقفل، لو الدنيا كلها. دي الحقيقة. الوهم ايه؟ ما اقدرش. بس اوعى توقف شغل، ابذل جهدك. ربنا بيقول ولا تيأسوا من روح الله، اوعى تيأس. طب اقول لك حاجه اكتر، حاجه ليا مريت انا بيها شخصيا. انا كنت في فتره بعمل برنامج رمضان من حوالي 4 5 سنين، برنامج رمضان، خلصت البرنامج هيتعرض يوم 1 رمضان، تمام، القناه الفضائيه كله زي الفل، الساعه 5 هيتعرض. الساعه 11 الصبح انا كنت لابس لبس الاحرام طالع من مكه للمدينه، وبقى خلاص البرنامج هينزل. وانا في الطريق جالي تليفون، في مشكلة تقنية في الشرايط، احنا اسفين مش هنعرض البرنامج. لو قلت لكم اللي حصل لي، كنت راكب جنب شاب سعودي صديقي، انا دموعي نازلة ولقيت نفسي ماسك سبحتي وعمال اقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين لقيت نفسي بقول له ما عادش في دي حاجة، الساعة 12 والساعة 5 هيتعرض البرنامج. لقيت نفسي بقول له خرجت من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، خرجت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بعدين مش عارف أقولها قوي، لقيت نفسي بقول له أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. ربع ساعة، أقسم بالله العظيم يا جماعة وأنا صادق، تليفون وأنا بسبح يا دكتور الحمد لله في مهندس شاطر حل المشكلة التقنية، البرنامج هيتزع الساعة 5، أخرج بس ابذل جهدك واخرج لحول الله وقوتك. صدقني، طب جرب في رمضان، عايزك طول الشهر 100 مرة كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله، وعايزك طول الشهر عايش بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والتالتة، مموت نفسك جهد حلمك الكبير، طاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله خلت واحد صديق ليا بيحكي، بيقول لي كنت راكب في الطيارة ومن مصر لندن، والطيارة بتترج وأنا في منتهى الخوف، مطبات هوائية جديدة، جنبي ولد صغير عنده 7 سنين بيلعب جيمز، بيقول لي انا بعرق والولد ولا كانه هنا، مش قادر اكلمه من الخوف. لما وصلت الطياره قلت له حبيبي انت ما كنتش خايف؟ قال لي بابا هو الطيار، ازاي اخاف؟ بابا قال لي ما تخافش، وانت ربك هو الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اوعى تخاف. لا حول ولا قوه الا بالله هي اللي خلت واحد زي الامام النووي
كتبه تعيش لغاية النهاردة 800 سنة، رياض الصالحين اللي انتوا بتقروه لأنه عاش بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت محمد صلاح والنني ورياض محرز من لعيبة اتطردت من أنديتها لأشهر لعيبة في العالم الآن، لأن أنا أعرفهم، أنا أعرفهم شخصيا، عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت مهندس كمبيوتر بسيط زي أيمن جمال، مهندس سعودي يعمل فيلم كرتوني يتحول أنيميشن للعالمية هيتعرض في هوليود، بلال، سيدنا بلال هيتعرض الشهر الجاي، لأن أيمن عايش بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي خلت صحر قريبتي اللي كان عندها سرطان وكشفت وقالوا لها سرطان تمسك السبحة شهر ما بتقولش غير لا حول ولا قوة إلا بالله، خرجت إلى حولك وقوتك، صحر خفت، والله العظيم خفت. أخرج لا حول ولا قوة إلا بالله.